تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءات الحوار الوطني، والتي أكدت في كلها على أهمية التواصل المستمر مع الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وإتاحة فرص ومساحات كبيرة لتقديم الآراء والأفكار. استراتيجية مصر 2030 من أول يوم اتكتبت فيه وهي ليست استراتيجية جامدة، هي متطورة ومرنة، والدليل على كده ان احنا عملنا لها 3 مراجعات لغاية دلوقتي. فده معناه ان كل ما يطلع توصية قد ينتج عنها تغير في بعض الافكار او في بعض المستهدفات داخل الاستراتيجية، هنعدل المستهدفات والاستراتيجية ونحط الحاجة الجديدة. وده ميزة كبيرة ما كانتش موجودة قبل كده في السياسات الحكومية. سعيد جدا بالجلسة الحوارية النهاردة، وسعيد جدا ان انا قدرت اشارك في جلسة زي دي فيها عدد كويس من شباب الجامعات. اتناقشنا عن ازاي نقلل الفجوة بين الطالب الجامعي وسوق العمل ومخارج اسوار الجامعة، اتكلمنا عن كتير من القضايا العالمية والمحلية اللي لازم كشباب يكون عندنا وعي بيها. الحوار النهاردة كان مثمر جدا جدا، كان حوار مع شباب الجامعات طرحوا افكارهم وارائهم، وكان وكل شاب قدم الراي اللي هو كان عايزه، وكان حوار مثمر جدا مع جميع الشباب. احنا حريصين ان احنا نتواجد على الارض مع الناس، نسمع لكل مطالبهم فيه فيتعلق بالمحاور اللي طرحت على اجندة الحوار الوطني. حريصين ان احنا نبقى موجودين مع الناس، نسمع كل مطالبهم لحتى نكون اداة مع القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة في التكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والجماهير. أشكر السيد الرئيس السيسي على الحياة اللي قدمها لنا بصراحة، من ناحية حياة كريمة وغيرها وغيرها كتير قوي. هو الإحساس بالحكومة ده هو الإحساس بالشعب، لما العضو مجلس الشورى يحس بالشعب، واخد بالك، هو اللي احنا عايزينه ده. ياريت تتكرر كل يوم وكل يومين وكل ثلاثة، ياريت تتكرر من جميع أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى. أشرف إن أنا أكون موجود بين أهلي النهاردة علشان نقدر نقول إن إحنا بنتواصل معاهم عشان نسمع وجهات نظرهم في محاور الحوار الوطني، وأيضا نسمع لمشاكلهم واحتياجاتهم. فإحنا النهاردة موجودين علشان كمان ننقل نبض المواطن واحتياجاته وإنه يساهم بشكل حقيقي في الحلول. يمكن ربنا يكرمنا إن شاء الله بآراء تكون خارج الصندوق تساهم في الحلول، سواء على المستوى القومي أو المستوى المحلي لكل قرية واحتياجاتها. نشكر سيادة الرئيس على دعوة الشعب المصري للحوار الوطني، على نزول للطبيعة لمعرفة شباب مشاكل البلد الكرة. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس جمع مجهودات عظيمة جدا وكبيرة جدا، منها طبعا حياة كريمة وجميع المشروعات والطرق والكباري، وعمل عمل يعني فخم جدا وعمل فعال ومن أعظم ما يمكن. التطور في رصف طرق وبناء مدارس وتجديد معاهد ومستشفيات في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يوفقه ويوفقه ويزيده من فضله ووراه الظهير الشعبي. كل نواب تنسيق شباب الأحزاب بينزلوا علشان خاطر يتكلموا مع المواطنين ويعرفوهم على ايه هو الحوار الوطني وبيتكلم عن ايه وايه اهم قضاياه، وعلشان طبعا نرصد اهم مشاكل المواطنين وايه العقبات اللي بتقابلهم. نشتغل بشكل جماعي، شكل فيه روح وقوة الشباب اللي موجودين الحمد لله، يعني احنا بنمثل نسبة شباب كبيرة جوه المجلس، وده اللي يمكن ادى شكل مختلف للبرلمان المرة دي. فاحنا يعني الحمد لله بقوة وطاقة الشباب بنقدر ننزل كل يوم ونقابل الناس، وعاملين فعاليات كتيرة وإن شاء الله تبقى مثمرة وتجيب يعني تثمر عن إنجازات وعن نتائج كويسة بإذن الله.
لقاء مثمر سمعنا فيه لتصريحات كبيرة وأفكار جديدة كانت بتتكلم على الرقابة على النشاط الرياضي، الأسعار والرقابة التموينية، ضعف الرقابة التموينية، زيادة الكثافة الطلاب في المدارس، التطوير، الناس بتشيد بالتطوير اللي عمله السيد الرئيس في المقطم. الناس كلها اتكلمت بحرية وتلقائية، مفيش تحفظ في حاجة. نقلنا مشاكل منطقة المقطم سواء في مجال الشباب أو في مجال الرياضة أو في مجال الطرق أو المشاكل العامة بصفة عامة. نتمنى هنا كدائرة المقطم إن احنا يكون في مثل هذه الحوارات مع التنسيقية ومع نواب التنسيقية، لأن ده هيضيف كتير جدا ما بين شباب ومرأة ودين إسلامي ودين مسيحي داخل دائرة المقطم. النهارده أول لقاء لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع النقابات العامة في مصر فيما يخص الحوار الوطني. مهم جدا إن احنا يكون لينا لقاءات مع كل فئات المجتمع، نأكد للناس إن الحوار الوطني هو حوار لكل المصريين، ننقل للناس الرسالة الحقيقية اللي بينقلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحوار الوطني مهم إن كل المصريين تشارك فيه. النقابات العامة لها دور كبير قوي في نقل الرسالة الحقيقية للناس، النقابات العامة لها تفاعل كبير مع الناس. نقابة النقل الجوي النهاردة بيشارك فيها مع النقابة العامة في 26 لجنة نقابية، بيكون معاهم حوالي 37 ألف عضو في أعضاء اللجنة. أكدنا النهاردة عليهم أن احنا ننقل الرسالة الصحيحة. ليهم مقترحات محترمة جدا، ليهم مقترحات ليها رؤية يعني قوية جدا في بناء الدولة المصرية. ده حاجة توصل صوتنا وألمنا ومشاكلنا بتاع قطاع الطيران في المجلس التشريعي. الخط الأولاني أو الخط الأول في كل أي حد في مصر. أنا النهارده لما يكون في حوار ده بيني وبين أي راجل، بيني وبين أي حد، لازم أنا أعرف إزاي أتكلم معاه. لو أنا النهارده ما عرفتش يبقى اللي داخلي كمان المعلومة عنده غلط. احنا في حالة حوار وطني دعا ليها السيد الرئيس، وان الحوار مفتوح للجميع مش مقتصر على نخبة او شريحة معينة. احنا انتشرنا النهاردة مع كل فئات المجتمع عشان نسمع منهم مقترحاتهم وارائهم. مجلس امناء الحوار الوطني فتح الباب لكل فئات الشعب ان هي تعبر عن ارائها ومقترحاتها. كان امر مهم جدا ان احنا نبقى موجودين النهاردة وبنسمع المقترحات النهاردة، وازاي شفنا التنوع اللي موجود والاثراء اللي حصل في النقاش بكل المقترحات بمختلف التوجهات. النهاردة احنا موجودين في المنوفية بنتكلم عن الحوار الوطني، بنحاول نوصل بيه للقاعدة الشعبية من المواطنين، بنحاول نسمع منهم استفساراتهم. احنا النهاردة جايين عشان نستمع لكل الآراء اللي من المواطنين في كافة القضايا بمساحة مفتوحة، بآراء مفتوحة. احنا دورنا ان احنا ننقل كل الآراء اللي هنشوفها النهاردة وهنسمعها النهاردة وهنتناقش فيها لمجلس أمناء الحوار الوطني عشان يتم التفاعل معها. بنحاول ان احنا نتواصل مع كل طوائف المجتمع للوصول لأفضل صيغة ممكنة من توصيات ترفع إلى الحوار الوطني للاستماع إلى الجماهير في الأرض. الحوار لنجاح أي منظومة لأي مؤسسة أي كانت إيه هي، وبالتالي مجموعة المؤسسات أو حتى الأسرة أو الفرد لما يتواصل ويبقى في حوار هتستقر الأمور، هتستقر الأسرة، هيستقر المجتمع، وبالتالي هتستقر الأنظمة اللي إحنا أين كان النظام هيستقر وبهدوء ويحقق الأهداف. إيمان الدولة كان بتمكين وتدريب الشباب، التدريب الجاد وليس الشكل الديكوري. إرادة الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها في تمكين الشباب المصري بعد التأهيل المطلوب واللازم ليهم في كل القطاعات، وده اللي احنا جايين ننقله هنا من خلال الحوار الوطني. هنوصل المعلومة ان التمكين ده يبقى على مستوى واسع وأشمل لكل الشباب اللي متواجدة في الجامعات وخارج الجامعات.
دايما لما تكون عايز تعمل حوار متوازن سوي تجيب اهل الخبره وتجيب طاقه الطموح وتقعد الاثنين مع بعض تطلع افكار اكتر ابداع خارج الصندوق وتطلع خبره فيها اليات تنفيذ للاحلام دي باقل امكانيات الخطر.